الفنانين محمد علي مشعل اخو المهندس حمد مشعل ما رجعش يوم 29 قبض عليه في مطار جدة ما رجعش موقوف ليه السبب وقوفه ما تعرفش قدمنا بطلب للسفارة السعودية وتقدمنا بطلب بالسفارة بوزارة الخارجية وقدمنا بطلب للنائم العام طب ايه كان الرد يا حاج ولا رد ما فيش رد خد رقم وخلاص خد رقم وخلاص رقم للشكوى ونتصل بيه سيب تليفونك ونتصل بيه ما حدش لحد دلوقتي اتصل بيه يعني انت ما تعرفوش اي حاجه عن ما نعرفش اي حاجه نهائي ما نعرفش هو فين حتى اخر مكالمه كانت مع خطيبته الساعه 2:30 بالليل في صباح يوم 30 وما نعرفش حاجه انا سامع خطيبته تقول السكر ارتفع عنده هو عنده السكر هو عنده السكر طب انت ما فيش اي علاج كان معاه ولا مانيته على صحته ولا اي حاجه شنط وصلت مطار القاهره الدولي وما معهوش اي علاج يعني الشنط بتاعته جت على الرحله طب المطار علشان ياخد الشنطه علشان يقدر يدخل ياخد الشنطه لازم يبقى معاه توكيل علشان يقدر ياخد الشنطه او على لازم يكون معاه تفويض او اي حاجه عشان يقدر يدخل المطار ويستلم الشنطه لكن هيدخل ياخدها لا انا بقول الشنطه جت ازاي يعني جت ازاي المطار لا في واحد اتصل وقال ان في هنا شنطه حامد محمد مشعل مكتوب عليها الاسم والرقم ومرميه هنا في المطار في صاله 4 فاحنا عرفنا من كده ان شنطته وصلت لكن المطار ما ادكوش اي فائده المطار ما ادناش اي فائده ولا القنصليه هناك احنا ليه قريبه هناك راح القنصليه وسال هناك وطلب استفسار هو راح فين محدش جاوبه قال له ان شاء الله هنسال ونرد عليكم الخارجيه من تاني يوم العيد قدموا شكاوي كل يوم بنقدم شكاوي في الخارجيه بيقولوا هنسال ونرد عليكم النائب العام قدموا الجواب السفاره ادينا اهو موجودين هنا علشان نقابل السفير اللي بيحصل ده مهزله يعني ان واحد يتخطف من وسط المطار بدون اي سبب بدون اي تهمه بدون اي توجيه اي مشكله ليه ده يعني منتهى الاهانه منتهى كل ما حدش رد علينا من السفاره السعوديه ولا حتى راضين يدخلونا علشان نسال عنه شكرا عفوا